أهلا بكم إلى أخبار الرياضة من جديد، ونفتح الآن ملف بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي وصلت إلى مراحلها النهائية وتقام منافساتها في مصر. إذن تختتم اليوم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بإقامة مواجهة منتظرة تجمع بين المنتخبين الجزائري والسنغالي على ملعب القاهرة الدولي. ملعب القاهرة الدولي سيكون شاهدا على مواجهة قوية ومنتظرة بين عملاقي القارة السمراء المنتخب العربي الجزائري ونظيره السنغالي في المشهد الختامي لكأس الأمم الأفريقية. مسيرة مميزة قدمها المنتخبان في البطولة ليستحقا التواجد في المباراة الختامية. محاربو الصحراء بقيادة المدير الفني الوطني جمال بالماضي يطمح لتحقيق لقبه الثاني في البطولة بعد أن نجح رفاق رابح ماجر بتحقيق اللقب في العام 90 من القرن الماضي. مسيرة المنتخب الجزائري كانت قوية فلم يتلقى أي خسارة حتى الآن، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباك الريس بولحي هدفين فقط. المنتخب الجزائري يمتلك ترسانة من النجوم يتقدمهم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز والمهاجم المميز بغداد بونجاح، بالإضافة إلى سفيان فيغولي واسماعيل بن ناصر. كتيبة اخترقت دفاعات القارة السمراء لتقف في المشهد الختامي على بعد 90 دقيقة من التتويج بلقب قاري طال انتظاره. على الجهة المقابلة يقف أسود التيرانجا المنتخب السنغالي أمام فرصة تاريخية لتسجيل اسمهم في السجلات كبطل للقارة السمراء للمرة الأولى في تاريخهم. أليو سيسي سيواجه صديق الطفولة جمال بالماضي، لكن الهدف هو تحقيق الفوز والظفر باللقب. رغم افتقاد المنتخب السنغالي لخدمات نجم خط الدفاع كوليبالي بسبب الإنذارات، فيما يعتمد المنتخب على نجمه الأول ساديو ماني دون إغفال الدور الكبير لمباي نيانغ واسماعيل سار. محاربون قدموا من الجزائر لحصد اللقب، لكن المواجهة الأخيرة ستكون أمام أسود التيرانجا، مواجهة أولى بين الفريقين انتهت لمصلحة أبناء الجزائر، فهل يكرر رفاق محرز الفوز ويخطفون اللقب من ملعب القاهرة الدولي؟ مشوار المنتخبين في البطولة كان قويا بعد أن سيطر وحقق فيه المنتخبان الانتصار تلو الانتصار ليضربا موعدا قويا في المواجهة الختامية. وتوج خمسة منتخبات باللقب خلال النسخ الخمس الماضية، حيث نجحت الكاميرون بتحقيق لقب عام 2017 في الجابون، فيما توجت ساحل العاج بلقب عام 2015 في غينيا الاستوائية. أما المنتخب النيجيري فتوج بطلا لنسخة 2013 في جنوب أفريقيا، وحققت زامبيا اللقب في الجابون وغينيا الاستوائية في عام 2012، فيما كان المنتخب المصري آخر بطل عربي يتوج باللقب في عام 2010 في أنغولا. وللحديث أكثر عن النهائي المنتظر ينضم إلينا المحلل الرياضي معتصم يونس. بداية كابتن معتصم، أهلا وسهلا بك عبر شاشتنا في قناة المملكة. اليوم هو ختام بطولة أمم أفريقيا، كيف ترى حظوظ المنتخب الجزائري في هذه المباراة؟ بداية مساء الخير زميلي فراس، مساء الخير لمشاهدي قناة المملكة الكرام. اليوم هو اليوم الختامي والمشهد الكبير لنهائي كأس أمم أفريقيا ما بين منتخبنا العربي الجزائري ضد منتخب أسود التيرانجا السنغالي. مباراة صعبة للغاية،
في البداية، ولكنها ليست بتلك السهولة التي يعتقدها البعض. اليوم كل القلوب العربية، كل الجماهير العربية العاشقة، جميعنا نقف صفا واحدا خلف منتخبنا العربي الجزائري لإنهاء 9 سنوات عجاف من عدم تحقيق المنتخبات العربية في المشرق العربي لهذا اللقب الغائب منذ 2010. اليوم المنتخب الجزائري المقنع والممتع للغاية بقيادة المدربة الداهية جمال بالماضي، والذي أقنع وأمتع المشاهدين العرب والإفريقيين والأوروبيين وكل من في هذه المعمورة بأن المنتخب الجزائري منتخب محاربي الصحراء هو المنتخب المنتظر لتحقيق لقب هذه النسخة، وأنه القادر على ذلك بكل إقناع وإمتاع. وشاهدنا ماذا فعل المنتخب الجزائري منذ مطلع هذه البطولة ومشواره الميمون بتحقيق الانتصارات المتتالية، حيث بدأ في دور المجموعات بتحقيق 3 انتصارات أمام كينيا والسنغال وتنزانيا، وفي دور 16 أيضا انتصار بثلاثية أمام غينيا، وفي دور 8 شاهدنا تلك المباراة الملحمية أمام ساحل العاج والتي أضاع فيها بغداد بنجاح ركلة الجزاء التي كانت لتمنع وصول المحاربي الصحراء لركلات الجزاء، ولكن استطاع المنتخب الجزائري تحقيق الانتصار والوصول لنصف النهائي ومواجهة نيجيريا، والتي نعم. كان رياض محرز هو العلامة الفارقة بتحقيقه الركلة الثابتة في الدقيقة 95 وتحقيق الانتصار. المنتخب الجزائري منتخب كبير للغاية ولديه كافة الإمكانيات لمقارعة أسود التيرانغا. نعم منتخب السنغال ليس بالمنتخب الهين، ولكن نمتلك كافة الحظوظ وكافة الإمكانيات والمقومات لتحقيق اللقب الغالي هذه الليلة في ملعب القاهرة. نعم كابتن معتصم، المنتخب الجزائري وعلى ذكر النجوم يضم العديد من العناصر المميزة، فهل يعتبر هذا هو السلاح المنتخب الأقوى في هذه البطولة؟ بالنسبة لي نعتقد أن المنتخب الجزائري هو عبارة عن توليفة من الإمكانيات المتوافرة من كل عوامل النجاح، بداية من كثرة النجوم في المنتخب الجزائري على رأسها فيغولي ورياض محرز ويوسف محمد يوسف بلالي وبغداد بنجاح، بالإضافة للمدرب جمال بالماضي اللي نعتبره هو العلامة الفارقة والذي خلق لنا توليفة متكاملة من النجاح والثقة والإصرار والعزيمة والتحدي. اليوم يلعبون في ملعب القاهرة على أرضهم وبين جماهيرهم في مصر الحبيبة. المنتخب الجزائري يمتلك كافة الإمكانيات، قوة دفاعية صلبة للغاية وقوة هجومية مدمرة، حيث أنه استطاع تسجيل 12 هدف وتلقى هدفين فقط. المنتخب الجزائري تلقى واحد من هذا الهدفين بهدف عكسي، ولكن المنتخب الجزائري يمتلك كافة المفاتيح سواء على الدكة سواء في أرضية الملعب. منتخب يلعب بروح عالية بحماسة كبيرة، منتخب تواق لإسعاد الجميع وإسعاد الجماهير، واليوم هي فرصة ثانية لمواجهة السنغال بعد الانتصار في المباراة الافتتاحية بهدف يتيم. اليوم المنتخب الجزائري يحمل على عاتقيه الرد الثار ما بعد ما فعله المنتخب السنغالي في منتخب تونس في نصف النهائي عندما أقصاه بهدف يتيم. اليوم المنتخب محاربي الصحراء يسعى للإطاحة مرة أخرى بالسنغال، نعلم أن المواجهة صعبة للغاية أمام رفاق سادو ماني، ولكن لا شيء مستحيل ولا شيء صعب أمام رفاق رياض محرز وبقيادة المخطط بنجاح، خاصة أن الرسم التكتيكي هو الأنجح لحد الآن والأكثر ثبات، وهو رسم 4-1-4-1 والمرن للغاية في التحرك والتحول لرسم 4-4-2 في حالة أن المنتخب الجزائري شعر أنه امتلك المباراة بالطول والعرض، عندها يهاجم بكل شراسة وصلابة. اليوم مباراة لا يوجد فيها أخطاء، ولكن مطلوب الحكمة والذكاء فيها، مطالبين بالهدوء ومطالبين بعدم كابتن معتصم، ما بين محرز وبن ناصر وفيغولي وبغداد بو نجاح، لمن ستكون كلمة الحسم؟ أم أن لساديو ماني رأي آخر؟ بداية نحن لا ننتقص من حظوظ نجوم منتخب السنغال وعلى رأسهم اللاعب السنغالي المحبوب ساديو ماني، ولكن من حقنا كجماهير عربية قبل أن نكون محللين رياضيين أن نقف مع نجومنا العرب في منتخب الجزائر. أنا بالنسبة لي أعتقد أن الليلة هي ليلة لاعبين اثنين وهم بغداد بنجاح، حيث علمنا ماذا فعل في الجماهير العربية وفي منتخب بلاده وفي الشعب الجزائري في مباراة ساحل العاج بعد أن أضاع الركلة. أعتقد أنه اليوم سيكون هو الرجل الحاسم للقاء، وأعتقد أنه سيكفر عن ذنبه وعن خطئه الذي كان لربما بإضاعة تلك الركلة لأن يخصي منتخب بلاده. ولكن هناك اسمين أعتقد أنهما الأكثر علامة فارقة هم بغداد بنجاح. آدم محرز هو الدينامو في الفريق، ولكن لنعطي فرصة مرة أخرى لآدم والناس
حيث شاهدنا أن هذا اللاعب عندما يأخذ الفرصة في آخر ربع ساعة وثلث ساعة يقدم شيئا عجيبا نعم. للغاية. كابتن معتصم، سؤالي الأخير لك وبعيدا عن العاطفة، لمن تتوقع الفوز في هذه المباراة؟ سيد الفاضل، هذه مباراة نهائية وليست مباراة ودية. التوقع الليلة بالطبع هو صعب للغاية، لكن شاهدنا سجل المواجهات، لطالما كانت مواجهة الجزائر والسنغال حامية الوطيس للغاية، فعلوها في الدور الأول بهدف يتيم، ولما لا الليلة مرة أخرى بهدف يتيم. ولكن إن كان هناك هدف انتصار بهدفين أكثر إراحة لأعصاب المشاهد العربي شيء رائع للغاية. ولكن واجب التنويه بأننا نشعر بقليل من الخوف ما بعد تغيير الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز وجلب الحكم الكاميروني نيانت اليوم، والذي نعتقد لربما يكون له بصمة في هذا اللقاء. ولكن كلنا أمل، كلنا ثقة بمنتخب الجزائر بأنه قادر على تحقيق اللقب الغالي وإنهاء السنوات العجاف. منتخب الجزائر يمتلك في حزمته في نعم. يمتلك في سجله لقبا واحدا سنة 1990، واليوم 2019 قادرين على إحراز اللقب الثاني بحول الله. المنتخبات العربية قدمت الشيء الكبير، والمنتخب الجزائري هو من سيتوج هذه النجاحات وهذه الإمكانيات. منتخب بطل، منتخب متزن، منتخب شرس، منتخب لا ينقصه أي شيء سوى نعم. إحراز اللقب الليلة لتتويج كافة الإمكانيات. إذن المحلل التوفيق. الرياضي معتصم يونس، نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري في هذه البطولة. شكرا جزيلا لك.